الفهم دخلوا مدعيين عطيشا وصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة قاضي بلا دراهم ما تقبل شي كرا ولا تعمل شي مزاح حكمك من مولاي بن نصر وعطاك الله حسن الصورة الجميلة قالت وبكلامك ومتم واللي عنده شي اخبار غير يعيد ويرتاح واللي عليه الحق ينصر واللي مغلوب ياك يرضى بالقليل انت قلتي يا الحاكم قالنا اليوم عشرة بمباح ما نشبه شي حالة الخمر يشربوني جميع الناس للتفضيلة القهوة ولا تاي الفهم داعين القاضي شاب صباح